كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. حجر عين القط أو الهر يعتبر من الأحجار الكريمة المميزة التي تضم ظاهرة غير معتادة في انعكاس الضوء على سطحها، حيث تظهر لمعان أشبه بلمعان عيون القطط أو الهررة. في الواقع حجر عين القط الهر ليس نوعا محددا من الأحجار الكريمة، بل عدة أصناف تختلف في تركيبها الكيميائي وتكوينها وحتى لونها، إلا أنها تشترك في خاصية اللمعان المميزة. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة